لملا بكأس إفريقيا طال انتظارها. المأمورية ليست سهلة. فرايلي سجل الهدف الأول هكذا بطريقة رائعة بمراوغة بانطلاقة بثنائية مع إسلام سليماني وبخارج القدم أسكنها الشباك. هكذا كانت البداية بالنسبة للمنتخب الجزائري. بعد ذلك رياض محرز براعة والمهارة الفردية أضاف الثاني بكرة جاءت من سفيان تيغولي. المراوغة والتسديدة كانت حاضرة أيضا. ثالث أهداف المنتخب الجزائري وآخر الأهداف كانت بقدم أو برأس إسلام سليماني. أين أنت يا هشام يا سعدودي؟ أنا كنت أنتظرك وأنا أستمتع برفقة يونس والجماهير الجزائرية بهذه الأهداف.